الانتحار، القتل، الدمار، الغارات الإسرائيلية، البوارج، طائرات F-16 والزنانات. اسأل عربيا أن يصف غزة في كلمة، لن يخرج الوصف عن هذه الكلمات، لأنه ببساطة لم يسمع بالثنائي شومان، الفنانين الشابين اللذين أخرجا من غزة روحا جديدة. تقول ببساطة إنه بإمكان المحاصر أن يغني، وبإمكانه أيضا أن يعزف طالما هو سيد قراره. ولهذا قررنا أن تكون سهرة ليلة العيد من غزة وعن غزة، ولكن من جانب لا نعرفه، مع غادة ومحمد شومان المنشدين الفلسطينيين. أهلا وسهلا بكما غادة ومحمد، وكل عام وأنتم بخير. أهلا فيك وأنت بخير يا رب. طيب أبدأ معك يا غادة، لمن لا يعرف لو تعرفينا عن ثنائي شومان أو الأخوين شومان عن قرب. أنا ومحمد، أنا 21 سنة ومحمد 17 سنة. بدأنا من قرابة السنة إنه ننشر أعمالنا على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأنا بالساوند كلاود ثم إنشاء صفحة على فيسبوك، نشرنا فيها أعمالنا، فيديوهات ومقاطع صوتية، والحمد لله الناس حبتها وحبتنا وبدأت تتابعنا. طيب غادة، أنتقل سريعا إلى محمد. إذا محمد، أنت تدرس الموسيقى بشكل نظامي، ما الذي تقدمه لك دراسة الموسيقى في هذا الإطار الذي تغني فيه أنت وغادة؟ طبعا أنا في المعهد بتعلم آلة الجيتار الكلاسيك. الجيتار الكلاسيك اللي هو نظام المعزوفات القديمة للعازفين مثل موزارت أو بيتهوفن، هذا بالنسبة لبعض الآلات. بالنسبة للجيتار مثل فرانسيسكو تاريجا. طبعا الأشياء هاي بتختلف تماما عن النظام اللي بقدمه أنا وغادة، بس بنفس الوقت أنا بتساعدني بإني يعني أنا لما بديت أتعلم الجيتار بتعلم الأساسيات، وين النغمات، وين الكوردات، الأشياء الأساسية، فهذا برضه بساعد كبداية إنه أوصل للإشي اللي أنا وصلته مع غادة. طيب أعود مرة أخرى إليك غادة، لو تغنون لنا أغنية عن العيد بهذه المناسبة. إيه أكيد، أول شيء كل عام وأنتم بخير وجميع متابعين وطاقم الجزيرة، وبأخص بالذكر أهلي وأصحابي وكل متابعين على فيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي. كل عام وأنتم بخير. يحكى أن هناك مدينة طل عليها هلال العين، فامتلأت طرقات هزينة، لبس الكل ثوب جديد، إلا أن هناك سؤال، ماذا يشغلها الأطفال؟ لما أخذوا الأغراض خلسة، كل كان يسأل نفسه. قبل وجبة العشاء صعدوا غصن البازلاء، وجدوا الغول هناك وحيد، فدعوه للقاء العيد. كشفوا عن كرسي جديد، جلس عليه الغول سعيد، فالفرحة في يوم العيد لما نعطي منها تزيد. طيب ما شاء الله غادة، كما ذكر محمد هو يدرس الموسيقى ويتعلم المقامات وأيضا الآلات الموسيقية، ماذا عن تعلم الموسيقى؟ لماذا لا تخوضين مجال دراسة الموسيقى كمحمد؟ طبعا هذا أحد أحلامي وأحد رغباتي الشديدة اللي بتمنى أحققها بأقرب وقت ممكن، لكن الظروف في غزة شوي صعبة. المراكز اللي بتقدم تعليم الموسيقى بتقدمها لسن معين. من جديد بدأ تقديم الموسيقى لأعمار كبيرة، وإن شاء الله بنقدر نتعلم منهم. طيب غادة، أيضا كيف تتعامل العائلة، عائلة شومان، مع الأخوين شومان في هذا المجال، مجال الموسيقى؟ هل تدعمكم العائلة أم أنكم يعني تسبحون في هذا المجال وحدكم؟
طبعا احنا ما بنقدر نكون هنا الا بموافقة الاهل ودعمهم إلنا. طبعا في البداية كان في صعوبات ولا زالت في بعض الصعوبات، لكن الاهل دائما فخورين ودائما بيدعمونا، واحنا ما كنا هنكون هنا اليوم لولاهم. طيب، هذا عن الأهل، فماذا عن المجتمع؟ هل المجتمع في غزة يتقبل أن تغني فتاة محجبة، يعني تؤدي الغناء في أماكن عامة؟ طبعا البداية ما كانت مبشرة، لكن احنا انا ومحمد إلنا سنة تقريبا في المجال، اقمنا حفلات كتير في غزة واحيانا مهرجانات ومناسبات كتيرة، فالناس بتتقبلنا الحمد لله بصدر رحب، دايما بتدعمنا. يعني الاشياء السلبية تقريبا انمحت او اختفت. طيب، أيضا أنتقل إلى محمد. إذا محمد، يعني منذ فترة أقيمت نسخة تيدكس داخل قطاع غزة، ووقع عليك الاختيار أنت وغادة لأداء بعض الفقرات داخل هذه الفعالية، كيف بدت لكم هذه التجربة؟ طبعا هي التجربة كانت من غادة، كان إنه تقدم يعني تقدم عرض عن الفكرة تبعتها لتيدكس، وكان في من ضمن الفكرة تبعتها إنه نقيم أغنية، نسمع الجمهور إشي من الأشياء اللي بنغنيها، فغنينا أغنية ويعني الجمهور لقينا منه إنه إعجاب كبير بالإشي اللي قدمناه. نعم محمد، أن أعود مرة أخرى إلى غادة. غادة، حان الوقت لتغني أغنية جديدة مع محمد، ولكن من اختيارك. هاي الأغنية بتعبر عن كل لاجئ في الوطن العربي، تقريبا نص سكان الوطن العربي حاليا لاجئين في دول أوروبية ودول عربية شقيقة، الكل بيحن للوطن، وهاي لكل شخص بيحن لوطنه. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. خدني لعندن يا هوا، يا هوا يا هوا، يلي طاير بالهوا في منتورة طاقة وصورة، خدني لعندن يا هوا. فزعني يا قلبي اكبر بيها الغربي، وما تعرفني بلادي خدني. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. ما شاء الله محمد، أيضا أنت قمت منذ أسابيع قليلة بزيارة بريطانيا مع بعض الشباب من معهدكم للموسيقى لإقامة حفلات وفعاليات غنائية، لو تحكي لنا ما الذي جرى معكم؟ كيف كانت هذه التجربة مع شباب موسيقيين من غزة في بريطانيا؟
طبعا احنا طلعنا فريق من المعهد مكون من 5 اشخاص، كان الاستاذ اسماعيل داود برفقتنا، وانا عازف الجيتار، وفاروق ابو رمضان عازف القانون، ومهند ابو صفي عازف العود، والمطربة نجلاء احمد. قدمنا عدة عروض في بريطانيا، تقريبا 4 عروض، كانوا عرضين، واحد في برايتون، واحد في وورثينج، واثنين كانوا في مدينة لندن. كان هو الإشي فعالية ضمن برنامج دعم الموسيقى، دعم تعليم الموسيقى في فلسطين بشكل عام. فكان الفكرة إنه ياخذوا مجموعة طلبة من معهد إدوارد سعيد إنه يقدموا إشي للناس في بريطانيا، إنه الناس في بريطانيا ما بتعرف إنه في غزة في ناس بتتعلم موسيقى، ناس بتعرف في الموسيقى، ناس بتعرف في الأشياء هاي، الفن الجميل هذا. طيب محمد، أنتم يعني كانت هناك إشاعات عبر الإنترنت أنه تم إيقافكم، أو تم هناك مشكلة في إصدار جوازات وتأشيرات سفر لكم، هل هذه المعلومات صحيحة أم أنها يعني إشاعات كاذبة؟ هو فعليا يعني تقريبا كان في منه الكلام، انه احنا كان سافرنا مبدئيا مفترض في 25/5، احنا طلعنا في 3/6. كان في مشكلة تأخير أول إشي في نعم. التأشيرات، وبعدين صار تأخير في عدم الممانعة، إنه كان عدم الممانعة هي أساسا يعني لازم يكون في التأشيرة عشان تيجي نعم. عدم الممانعة، ونهائيا تصريح من الجهات الإسرائيلية كان نعم في تأخير محمد، كبير منه. أنتقل أخيرا إليك غادة. ملاحظ كل ما تقدمونه سواء عبر يوتيوب أو ساوند كلاود، أنكم تعيدون غناء أغاني موجودة بالفعل، أو تعيدون إنتاج أغاني كرتون موجودة أيضا، لماذا لا تطلقون أغانيكم الخاصة حتى الآن؟ هاي أمنية وشغلة إحنا هلأ بنسعى فيها يعني إحنا مقبلين على مشروعين إن شاء الله كبار. المشروع الأول منهم هو إنتاج أول عمل خاص فينا. الأمور مش سهلة من حيث الدعم، إحنا مش مرتبطين بأي مؤسسة إنتاج سواء في غزة أو خارجها، فالجهود أنا ومحمد شخصية وفي حوالينا أصدقاء كتير بيساعدونا وبيدعمونا، لكن ما في شيء من جهات مختصة، لهيك الأمور شوية صعبة. بنلاقي صعوبة في إيجاد ملحن، صعوبة في إيجاد كاتب، وهاي الأمور نعم كلها يعني مش سهلة إنها تصير. نعم فإحنا حاليا صحيح نسعى لإنتاج أول عمل خاص نعم فينا، ولحد ما يصير هذه الشغلة إحنا مش رح نتوقف، رح نعم نلاقي الأغاني القديمة ونحييها إن شاء الله. نعم موفقين غادة. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أترككم مشاهدينا مع أغنية أخيرة من غادة ومحمد شومان، وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء. هاي الأغنية رسالة منا ومن أهل غزة، هاي الأغنية رسالة منا من غزة إلى كل دول العالم لإيقاف الحروب وليعم السلام كل دول العالم العربية والإسلامية وغيرها. مطرح ما عم بتدعس في حق الزهور جاي، دم الضحايا بكره ذنبق حمرا مضواي. يا سيد القوي يا سيد القوي، نحن الضعفاء بالارض مرفوض القوي، لا انت ولا حدا بيعرف شو القيامة مخباي. إلو إلك السما، إلو إلك الفضا، هالأزرق الصارخ هالغيم الليلكي، هودي لكل الناس للضعفاء للتعسى للفقراء اللي بيجوعوا ليلي. إلو إلك السما، إلو إلك الفضاء،